بافتتاح السنة التكوينية الجديدة، وزير التشغيل والتكوين المهني يعلن عن توفير 90,000 عرض تكوين بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد أن التكوين المهني خيار استراتيجي للدولة. الميزان التجاري الغذائي لتونس يحقق فائضا بقيمة 1606 مليون دينار مع موفى أوتا المنقذية. ارتفاع منسوب العنف في محيط المؤسسات التربوية وفي النشرة، قراءة في الظاهرة وأسبابها. وفي شأن الفلسطيني، 26 شهيدا و84 مصاب في 3 مجازر صهيونية بقطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. وحماس تؤكد جاهزيتها لخوض معركة استنزاف طويلة الأمد ضد الكيان الصهيوني في القطاع. إلى التفاصيل. أهلا بكم. قدرت وزارة التربية الحاجيات من المدرسين الواجب تسديدها مع منطلق السنة الدراسية الجديدة بأكثر من 10,000 مدرس موزعين على مختلف المراحل التعليمية. مدير عام الموارد البشرية في وزارة التربية محمد جازونيا أكد في تصريح للأخبار أن سد شغورات حاليا ليس له علاقة بملف التسوية الشاملة لوضعية المدرسين النواب في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، مؤكدا أن النصوص الترتيبية الخاصة بقرار التسوية الشاملة لوضعيتهم ستصدر قريبا. بالنسبة للتعليم الابتدائي، باعتبار عندنا دفعة سنة بتاع حاملي الإجازة التطبيقية في علوم التربية، مكننا يوم أمس من استيفاء تعيين 2592 مدرس حامل إجازة تطبيقية. الشغور اللي متوقع من الأول 3400 فارق باش يتم تزيده بالآلية المعتمدة من قاعدة البيانات التعليم الثانوي، مش باش يقع سد الشغورات فقط باللي سيشملهم التسوية، لابد من سد 7200 شغور. انطلقنا يوم أمس من خلال تطبيقة جديدة ترعاها الإدارة العامة الإعلامية والإدارة العامة البشرية، بداية ارسال اس ام اس للاساتذه التعليم الثانوي لسد الشغورات المضبوطه والمحدده في المندوبيات. النواب المتعاقدين تعليم ابتدائي وتعليم ثانوي كلهم ستشملهم التسويه اللي هي تم الاعلان عنها سابقا، فقط ننتظر اصدار نصوص الترتيبيه. فيما يتعلق بسد الشغورات بعلوم التربيه، مثلا تقنيه تتعلق بالعوده المدرسيه هذه ما عندهاش علاقه بالتسويه الشامله بتاع النواب، اذا كل قاعده بين سواء ابتدائي او ثانوي مسؤوليه بالتسويه، انما نحكي اليوم على سد الشغورات السنه في العوده المدرسيه. وبمناسبة افتتاحه السنة التكوينية 24 و2025 و2000 بمقر مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالتضامن من ولاية أريانا، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود عن تخصيص الوزارة ل 90,000 عرض تكوين بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن اتجاهها نحو التكوين المهني المزدوج للقطاعين في عديد الاختصاصات. بالنسبة لمستجدات السنة التكوينية، اليوم عندنا تقريبا 90,000 عرض التكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص. اليوم الأهم بالنسبة لنا التحديات بالنسبة للسنة التكوينية هي مسألة الجودة. يوم التكوين المهني نعرفه تم الإقبال، حق ما عادش تم إشكال كبير ياسر باستثناء بعض القطاعات، والقطاعات هذه نعرفها معناها مشخصة اللي هي قطاع البناء ولا قطاع جلد وأحذية. بالانفتاح على الشريك الاقتصادي على المؤسسات الاقتصادية باش نعملوا فيهم برامج خاصة إن شاء الله. النقطة الثانية زادة اللي احنا باش نخدموا عليها إن شاء الله في السنة التكوينية هذه هي ما نسموه احنا بالتكوين الإشهادي المزدوج بين القطاعين العام والخاص. نعدوا في الموارد البشرية للنسيج الاقتصادي التكامل هذا، سواء على مستوى الحاجيات سواء على مستوى طبيعة التكوين أو محتوى التكوين، هذا اللي باش نسعوا له وباش نرسخوا فعلا ثقافة التكامل هذه. اليوم تعرف المقربات البيداغوجية في التكوين المهني تقوم على التكوين بالتداول والتكوين بالمؤسسة. ودعا وزير التكوين والتشغيل المهني في تصريح للزميلة كوثر العرقوبي لضرورة إعداد الشباب المتكون في كيفية بعث مشاريع وإطلاق مبادرات خاصة في سوق الشغل. اليوم راه التكوين مش كان مهنه بركه، اليوم لابد نركزوا على السوفت سكيلز، نركزوا الشباب هذونا نحضروهم لسوق الشغل، ليس فقط على مستوى التقني والخبرات المهنيه، كيفيه التواصل في تعلم اللغات، في انفتاحهم على كيفيه بعض المشاريع. التحدي مش كان في سوق الشغل، مش كان الشغل المؤجل. اليوم نحبوا نعملوا مبادره خاصه نشجعوا الشباب على بعض المشاريع. اليوم على مستوى جهوي الحق على مستوى الهيكله نتاع وزاره التشغيل والتكوين المهني باش تكون هناك لجنه جهويه تحت اشراف المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني، يكونوا متدخلين الوزاره عندها الوكاله
الوطني للتشغيل العام المستقل، عندها المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، وعندها المركز الوطني للتكوين المكونين وهندسة التكوين، بالإضافة لوكالة التونسية للتكوين المهني. هذون الكل يلزمهم يجلسوا مع بعضهم ويتفاعلوا باش يقدموا أحسن خدمات لطالبي التكوين. اليوم نحبوا نغيروا الصورة النمطية، من غيرها كان فعلنا. احنا لازم نمشوا للمعاهد، للمدارس، للأولياء أينما وجدوا باش نقنعوهم أن راهو الخيار اليوم خيار التكوين المهني، راهو خيار استراتيجي، وتنمية الموارد البشرية هو الحل الأمثل لكل الإشكاليات المطروحة في البلاد. تعقد المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الأليكسو اليوم وغدا النسخة الأولى من ملتقى الباحثين شبهن في التراث الثقافي بالوطن العربي بمشاركة 17 بلدا عربيا. الملتقى يجمع بين محاضرات وورشات تفاعلية سيؤثثها عدد من الشباب العربي، تحدثت إليهم الزميلة نجاة حسن. الملتقى جدا مهم للباحثين الشباب لأنهم راح يطورون ويكملون استدامة التراث الثقافي. اليوم مشاركتنا للحضور فقط وللاستماع وتبادل الخبرات بين الشباب فيما يخص البحث العلمي في التراث الثقافي، الاستماع لبعض التجارب المتنوعة، بعض الأبحاث اللي أقراها مجموعة من الشباب في مختلف الدول. مشاركتي راح تكون عبارة عن استعراض بحث أكاديمي لتوثيق عنصر من عناصر التراث الغير المادي، هي العطور التقليدية الإماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأنواع والصناعة والمواد، بالإضافة إلى هذا الجهد إنه جهد ميداني. موضوع البحث متاعي هو الألعاب الشعبية بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية. اليوم جينا للاستفادة من تجارب الزملاء الباحثين الشبان من الوطن العربي. وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو محمد ولد أعمر أن المنظمة ستخرج بجملة من التوصيات وخارطة طريق للعمل المستقبلية للرفع من الطاقة الشبابية وتطوير البحث العلمي المتراجع أساسا في الدول العربية. سيكون هذا الملتقى الأول بحضور حدود 17 دولة عربية، عرض تجارب هذه الدول في مجال البحث الثقافي، بالإضافة إلى تجربة المنظمة التي تعرضها والاتفاقيات التي تم توقيع عليها من دول العربية، عرض هذه الاتفاقيات وإمكانات دول العربية للاستفادة من الاتفاقات. سنعمل من خلال هذا الملتقى على الاستماع أيضا لتجارب دول العربية في هذا المجال والاستماع لاحتياجات دول العربية في مجال التراث الثقافي، وستعمل المنظمة بخروج جملة من التوصيات ستكون منها خارطة طريق العمل المستقبلي بموجبها سترسمها لبناء قدراتها في الدول العربية والرفع من طاقاتنا الشبابية. البحث العلمي للأسف في الدول العربية متراجع، وبالذات لما يكون في اللغة العربية. احنا كمنظمة عربية للتربية والثقافة والعلوم من بين أهدافنا هو العمل على توسيع قاعدة النشر باللغة العربية وتوسيع قاعدة البحث باللغة العربية. جريمة راح ضحيتها أمس تلميذ نتيجة تعرضه إلى العنف الشديد من زميله تزامنا مع العودة المدرسية. العنف في المحيط المدرسي ظاهرة مجتمعية أصبحت خطرا حقيقيا يهدد حياة التلاميذ وكابوسا للعائلات. صورة الحادثة الأليمة تمثلت في إقدام تلميذين على الاعتداء بالعنف الشديد على زميليهما بمقربة من معهد طاحسين بمجرينة، ما أدى إلى وفاته على عين المكان حسب مدير إقليم الأمن الوطني ببن عروس عماد مماشة. زوج تلامذة قام بالاعتداء بالعنف الشديد على الهالك مما أدى إلى مفارقته والحياة على بعد 800 متر من المؤسسة التربوية. بالتحري معهما اعترف بارتكابهم لجريمة الحال بعد نشوب خلاف بينهما تطور إلى حد الاعتداء بالعنف الشديد. حادثة تعيدنا إلى حوادث أخرى شهدها محيط بعض المؤسسات التربوية في السنوات الأخيرة بلغ عددها 21 ألفا، والتأكيد لكاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي. الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية لسنوات 21-22 فإن الأرقام تبدو مبزعة جدا، تصل إلى حدود 21 ألف حالة عنف موزعة بين التعليمين الإعدادي والثانوي، علما أن النسبة المرتفعة في التعليم الإعدادي أكثر منها في التعليم الثانوي. المختص في علم الاجتماع الهادي العلوي أرجع تفاشي العنف في الوسط المدرسي إلى عدة أسباب. هي أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية نتيجة الضغوطات التي تعيشها الأسرة التونسية وحالات الانفلات خاصة في مجال ضعف الضبط التربوي، أيضا متطلبات الحياة من خلال الانفتاح الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت متطلبات
متطلبات هذا الشباب كثيرة وتتطلب كثير من المال. هذا يخلي عدد من الشباب ينخرطوا ما يسمى الفئات التي تميل إلى الانحراف والسطو واستعمال القوة. استشراء العنف المادي في صفوف التلاميذ الذي بلغ حد تسجيل خسائر في الأرواح يدق ناقوس الخطر ويتطلب تكاتف كل الجهود من أجل معالجته والتصدي له قبل فوات الأوان. التقرير من إعداد زميلة كريمة المروانية. على صعيد آخر، سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس مع موافقة المنقذ فائضا بقيمة 1606 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 556 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي النشرية الصادرة اليوم تحت عنوان الميزان التجاري الغذائي في أرقام أوت 24,000، بيّن المرصد الوطني للفلاحة أن عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع، من بينها زيادة قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 62%. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. وفي شأن الفلسطيني، وفي تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة استشهد ما لا يقل عن 35 فلسطيني بينهم نساء وأطفال، وأصيب عشرات آخرون بجروح في غارات صهيونية على القطاع خلال الساعات القليلة الماضية. وأكدت مصادر فلسطينية تعرض غرب مدينة رفح ووسطها اليوم إلى قصف جوي ومدفعي إسرائيلي مكثف وارتكاب طائرات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم البريج وسط قطاع غزة. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة الأخيرة، وصل منها إلى المستشفيات 26 شهيد و84 مصاب. على الصعيد السياسي، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار جاهزية الحركة لخوض معركة استنزاف طويلة مع إسرائيل في قطاع غزة بإسناد من حلفائها الإقليميين المدعومين من إيران، وذلك بعد دخول الحرب شهرها 12. ويأتي ذلك ردا على إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع أهداف الحرب الراهنة لتشمل إعادة سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا بسبب القصف المتبادل مع حزب الله اللبناني. نقطة وختام هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. بافتتاح السنة التكوينية الجديدة، وزير التشغيل والتكوين المهني يعلن عن توفير 90,000 عرض تكوين بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد أن التكوين المهني خيار استراتيجي للدولة. الميزان التجاري الغذائي لتونس يحقق فائضا بقيمة 1606 مليون دينار مع موافقة المنقذية. ارتفاع منسوب العنف في محيط المؤسسات التربوية محور قراءة في هذه الظاهرة وأسبابها في النشرة. وفي شأن الفلسطيني، 26 شهيدا و84 مصاب في 3 مجازر صهيونية بقطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة، وحماس تؤكد جاهزيتها لخوض معركة استنزاف طويلة الأمد ضد الكيان الصهيوني في القطاع. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي للقاء.